السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم نشارك معكم واحد الوصفة سهلة بزاف، اقتصادية بسرعة كتوجد، والأهم من ذلك أنها كتجي لذيذة. وصفة صيفية بامتياز. ندوزو مع بعض باش نشوفو المكونات والطريقة باش نوجدو هاد الوصفة هادي. بالنسبة لهاد الوصفة تصلح لكم للغداء أو العشاء، كتجي خفيفة بكمية قليلة من الدهون، كتعتمد فقط على الخضروات وبداكشي اللي متوفر عندكم في الدار. انا هنايا درت جوج حبات كبارين ديال البطاطا، قطعتهم مكعبات رقاق كما شفتوا، وواحد نص حبه ديال البصله وشويه ديال المعدنوس. بالنسبه لهاد الكميه اللي غادي نحضر معكم كتكفي لاربع اشخاص، وانتم غادي تزيدوا على حسب افراد الاسره ديالكم. خديت هنايا حبه كبيره ديال الفلفله خضراء. فهاد الوصفه هذه تقدروا تستعملوا الفلفله اللي كتكون ملونه، الحمراء الصفراء، كيعطي واحد المنظر زوين لهاد الطبق. فانا ما كانتش متوفره عندي، استعملت غير الفلفله الخضراء حتى هي كتعطي مذاق لذيذ. استعملت هنا غير حبه واحده، وكما شفتوا معايا وسبق وذكرت هاد القياس اللي غادي نوري لكم كفاني لاربعه ديال الاشخاص. هنايا بالنسبه للكفته خديت 300 غرام ديال الكفته، غادي نزيد عليها التوابل العاديين اللي كنديروا للكفته، الملحه، شويه ديال الكمون، وشويه ديال التحميره، وغادي نزيد كذلك الفلفل الاسود او الابزار، حتى هو كنديروا منه واحد راس معلقه. انا هنا ما كثرتش التوابل بزاف، درت غير شويه، وغادي نزيد تقريبا واحد 4 المعالق كبار ديال الزيت بلديه، وشويه ديال المعدنوس مقطع رقيق، وواحد الفص ديال الثومه غادي نحكو. ما تكثروش الثومه بزاف، غير شويه باش كتعطينا واحد النكهه. وصافي، هادو هما المكونات اللي غادي نحتاجو في الكفته. غادي نخلطو مزيان حتى هادوك التوابل كيندمجو مزيان مع الكفته. حاولوا تعجنوها مزيان بحرا يدخلوا فيها هادوك التوابل وتجيكم لذيذه. غادي نكورهم كويرات يكونوا صغارين. غادي نحاول نقسم هاد الحبات ديال الكفته باش كل شخص غادي ياخذ 6 ديال الحبات. صافي، هنايا غادي نخلط دابا هاد الخضر، غادي نجمعهم كاملين في واحد الاناء، البطاطا، الفلفله الخضراء، وكذلك البصله والربيع. بالنسبه للبصله الا بغيتوا تقطعوها رقيقه باش تعطيكم لاصوص تقدروا تقطعوها رقيقه. وواحد الاضافه كذلك نسيت ما وريتكمش في الاول، خديت هنايا حبه كبيره ديال المطيشه مقطعه رقيقه، تقدروا ديروا جوج حبات، انا كانت عندي هنا حبه كبيره فدرت غير واحده. وحتى الخضره غادي نزيد ليها زيت بلديه كما شفتوا، راه درت معلقه كبيره، وحتى هي غادي ندير ليها التوابل نفس التوابل اللي درنا للكفته، الكمون، التحميره، والابزار، ومن طبيعه الحال الملحه. صافي، هادشي اللي غادي نحتاجو في التوابل. وفي الاخير غادي نزيد واحد المعلقه صغيره عامره ديال مطيشه ديال الحك، وواحد نص كاس ديال الماء. غادي نخليو هاد الخضره طيب غير في هذيك البصله والماء ديال الخضره، غادي نكتفيو فقط بنص كاس ديال الماء. هنايا غادي نحتاجو هاد الورق ديال الطهي او كما كنسميوه ورق الزبده، راه متوفر بزاف في المحلات، وكذلك حتى عند مول الحانوت تقدروا تلقاوه، ورقه واحده كتباع بدرهم، فهو متوفر بكثره. انا هنا خديت 4 ديال الورقات يكونوا مقطعين بنفس الحجم،
وغادي نحط فيهم كميه من هذا الخضر، وكنهز معاه حتى شويه من هذاك المرق او هذاك الماء اللي درت. كل وحده غادي ندير فيها شويه من هذاك المرق. صافي، من بعد ما قديت الخضره كنزيد هذوك الكويرات ديال الكفته، نحاولوا نقدوهم مزيان ونحاولوا نعطيه شكل مستطيل، وغادي نطوي على الخضر بهالطريقه هذه. من الافضل الورق تقطعوه شويه كبير، وكذلك نطويو هالطرف هذا. خاص هاد الجناب يكونوا ملاصقين مع بعضياتهم، وهاد الوسط نثبتوه مزيان بحرا ما يخرجش لينا هذاك المرق، وكذلك باش الخضره كطيب. غادي نحطو في واحد اللاطه. بالنسبه لهاد الاكله فهي كطيب في الفران. غادي نعاود بنفس الطريقه، ندير شويه ديال الخضره مع المرق، وغادي نحط فوق منها كوارات ديال الكفته. الا ما بغيتوش ديروا الكفته تقدروا ديروا طريفات ديال الدجاج، تقطعوا صدر ديال الدجاج تشرملوا حتى هو وديروه. مهم هي كتبقى وصفة اقتصادية وسهلة وسريعة وأكيد لذيذة بزاف، غير جربوها غادي تعجبكم. فهاد المرحلة هذه ضروري يكون عندكم شي شوية ديال الخاطر، تبتوا هاد الورق مزيان. هنا غادي نوري لكم واحد الطريقه باش يجيوكم هاد الطريفات مقادين. تقدروا تستعنوا بواحد الموس بحال هكا او معلقه باش يجيوكم هاد الطريفات مقادين. الا صعب عليكم تقدوهم بيدكم غادي تقدوهم بحال هكا بواحد الموس. وغادي نستمر بنفس الطريقه حتى نكمل الكميه كلها اللي عندي. في الاخير خرجوا لي 4. غادي ناخذ واحد كوردون او هكا ابره، وغادي نديرو ثقب بزاف في هذا الورق باش يلقى منين يخرج هذاك البخار. الا ما ثقبتوهمش غادي تنفخوا بزاف وغادي تفرقعوا ويخرج لكم هذاك المرق. فمن الافضل غادي ديروا واحد ثقب صغارين في هذا الورق، وغادي ندخلوهم للفران يطيبوا. انا شعلت لهم غير من التحت، خداو ليا بالضبط 20 دقيقة كان واجد. من بعد ما خرجتهم هذا هو الشكل ديالهم. كنقطعوا هذاك الورق بالمقص وكيكون هذا هو الشكل ديال الطبق اللي حضرناه، اكله صيفيه كما سبق وذكرت، صحيه 100% لان ما درناش فيها زيت كتير، وغير الخضره كتجي طيبه في الفران لذيذه بزاف صراحه. غير جربوها اكيد غادي تعجبكم. تقدروا الا بغيتوا تجيكم هذه الخضره محمره تقدروا تحيدوا هذا الورق وترجعوها للفران، تشعلوا ليها من الفوق باش تجي محمره، ولا تاكلوها بحال هكا. في كلا الحالتين فهي كتجي لذيذه. نتمنى الوصفه ديال اليوم تكون عجبتكم وتجربوها. الا جربتوها خليو لي تعليق، قولوا لي كيف جاتكم. ما تبخلوش عليا بلايك للفيديو، بارطاجيوه مع الاهل والاصدقاء وكذلك في مواقع التواصل الاجتماعي. خليتكم على خير، والى فيديو قادم ان شاء الله. تهلاو ليا فراسكم، بسلام عليكم.